معانا النهارده يارا ولينا، ومش هنقول لكم ابدا مين يارا ومين لينا الحما، ولا هنقول لكم مين هي زوجة الابن، لان اي حد هيسمع الاسمين استحاله يعرف مين هو مين. ازيكم؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. مين بقى لينا ومين يارا؟ انا لينا. انت لينا الحما. ايوه بالظبط كده. يارا الزوجه مرات الابن. بالزبط. طبعا يعني بجد بجد، لا من اول ما دخلت الاستوديو انا اتلخبطت. كونفيوجن، في كونفيوجن في الموضوع يعني. بجد لينا انت صغيره. يعني نوعا ما، عشان ابني الكبير يعني. ابنك الكبير. الكبير. فاتجوز بدري. بس يعني اتجوزتي ليه بدري قوي كده؟ اتجوز عنده كام سنه طيب؟ لا مش كان 30 مثلا؟ 32. لا سن حلو جدا للجواز. وبعدين يعني هو اللي يشوف يارا لازم يخطب على طول. على طول. الله الله، ده الحما منحازه هنا. جامد ده. طب قولنا بقى علاقتكم بدات ازاي ببعض؟ يعني هو كان انت تعرفي يارا من الاول، ولا هو جابها لك هاي يارا لينا لينا يارا؟ الدايناميك مش ازاي بتاع العلاقه دي من الاول؟ انا كنت دايما اصلي بستعجل ابني شريف، يلا يا مامي عايزه افرح بيك وكده. ف كان هو طبعا دايما مشغول شغل، وتعرف على ناس كتير طبعا، بس ما عرفنيش على حد خالص. الوحيده اللي عرفني عليها يارا. اول لما دي علامه يا مارد. دي علامه يا مارد جامد كده. بقى عندك الارم خلاص، هي خلاص. دي عروسه ابني، دي الزوجه المستقبليه. اساله مثلا على اي حاجه يقول لي لا مش مهم مش مهم. لكن يارا هو قال لي انا هعرفك على يارا. بس يعني طبعا يارا بقى قولي لنا انت يعني بعد ما اتعرفتي على، كان بقى وقتها لسه ما فيش اي تعارف مع العيله صح؟ لا لا. لما قال لك هعرفك على ماما، حسيتي ان الموضوع هيقلب بجد؟ ولا انت كنت مشترطه جد من اول لحظه ولا ايه؟ احنا كنا كده. احنا برضو ظروفنا، احنا اتجوزنا في 6 شهور. يعني احنا اتعرفنا واتجوزنا في 6 شهور. ايه الحكايه دي؟ فهي كانت الظروف، لان مامة شريف على طول بتبقى مسافره بره يعني. مش موجوده، فاحنا زي قرينا فاتحه. وبعدين هي جت بقى، بس هي كانت عارفاني قبل كده، شافت صوري وكده، واتكلمنا على التليفون. واتكلمنا على التليفون. انتوا ما يعني ما شفتيش لما هعرفك بيارا؟ لا لا لا. كانت انا جيت من بره، من امريكا على طول، عشان ايه؟ ان هي بتتعرف فترات هناك، نتعرف وتقدمنا على طول. على طول. اول لما جيتي. انا حبيتها من اول نظره فعلا. حبيتها ولا حبيتيها ولا استريحت لها؟ اصل ده في فرق، خلي بالك. يعني الاثنين ده مهم. الاثنين. لا استريحت لها. كنت بتدوري على ايه في عروسه ابنك؟ انه تكون تريح. تريح. ما كانش ليكي شروط في العروسه؟ لا طبعا. لا لا لا. حاجه معينه تفضليها لابنك؟ لا، انا يعني سبت الحريه لابني في اختيار كامل. كامل. اللي تريحه ويحس هو انه حبها، خلاص انا حبها اوريدي. اوكي. يارا، في سؤال دايما ببقى عايزه اعرف اجابته، لما بتبقى عروسه بالتحديد، هل بتشترط ان يبقى لازم تشوف الام؟ برضو بيبقى في اختبار كده، الام عامله ازاي، حماتك هتبقى، والعلاقه برضو بين الابن. طبعا. خلي بالك علاقتها في ناس يحبوا يشوفوا علاقتهم ببعض. ولا علشان لينا مسافرة طول الوقت، ما كنتيش مهتمة قوي بانك انت يعني لازم انها برضو تبقى زي احلامك في الحما؟ انا بصراحة اتكلمت معاها كتير قوي برضو. هي زي ما طنط قالت، هي بتبقى راحة نفسية. طنط ايه بقى؟ هي بيبقى الموضوع راحة. فانا كنت كل ما بتكلم معاها بصراحة كنت مرتاحة جدا، وهي احتضنتني وحبيتني. ما حسيتش معاها بصراحة ان يعني ان هي كانت حما او كان في الاسئله. كنت قلقانه هتبقى يعني موافقه عليكي ولا لا؟ كان ده بالنسبه لك كونسيرن؟ لا، شي واز فيري ويلكمينج بصراحه، ورحبت بالفكره جدا. قالت لي انا ما صدقت ان هو لقى حد، وهي انتروديوست مي للحد ده، انا عمري ما تخيلت ان هيجي اليوم. فهي كانت اكسايتد قوي ومريحه قوي في التعامل، فده حسسني بالراحه، وان يعني ان انا مرحب بيا في العيله. فما حسيتش بصراحه حسيتيش باي حاجه؟ هخش انا بقى في الجد بقى، انا احب ايه؟ لذيذه قوي. الله اتكلموا. الله لايك. خناقات بقى. اول خناقه حصلت امتى؟ ايه اللي حصل؟ تعالوا لي بقى.
بلاش نقول بلاش. لا 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 احب اعرف الحاجات دي جدا. بالعكس دي مش هتعرف خناقه، ممكن يكون اختلاف، ممكن يكون حصل انا ارجيومنت على حاجه. انا كنت بزن على الاولاد وهم كانوا مش مستعجلين، وانا اللي اتجوزوا على الاولاد الاثنين. ما الاولاد اتجوز ابني بقى على طول من اول يوم. يلا 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 يلا. استقبلتي الحكايه دي ازاي يا ما هم ما كانوش مستعدين بصراحه خالص. يعني احنا كنا لو يعني احنا الجدود عامه بيبقوا عايزين على طول طبعا احفاده، فلو واكيد انت باباكي ومامتك برضو نفس الحكايه. حاضر ان شاء الله قريب. خدني على قد عقلي يعني بحاول نسايس الموضوع، بس لغايه ما حصل بقى ففاجئناهم بقى. بس حصل اختلاف زي ما قلنا على حاجات سبستانشال يعني حاجات اساسيه ولا لا؟ ولما بتختلفوا على حاجات مش اساسيه، الخناقات العادمه، الحياه يا جماعه فيها اختلافات طبيعيه، الخروجه دي مش عارف ايه دي، لا الزياره دي، لا انا الاجازه دي عايز ابقى معاكم، لا الاجازه دي تجي، لا يعني هنروح، لا حاجات طبيعيه يعني. مفيش ولا ايه النظام؟ عشان بس تحسدوش يا جماعه، انا هشرح لك. حطوا اي حاجه عشان بس ايه العين فلتت الحجر. هيلف مي هيلف يو هير. انا عايزه افاجئك ان احنا عايشين مع بعض بالظبط. لا لا ثانيه واحده، انت كنت عارفه من الاول انك انت هتعيشي مع لينا؟ ما عندهاش اوبشن تاني. ما عندهاش اوبشن تاني، هتعيش مع لينا. بس انت بتقولي ان هي طول الوقت مسافره، لينا مسافره طول الوقت. فده بالنسبه لك يعني اعيش معاها بس عشان هي مسافره طول الوقت، ولا مستعده ان احنا نعيش مع بعض حتى لو هي موجوده هنا all the time؟ ما كانش عندي كونسيرن. هي حتى طنط ساعتها كلمتني يعني عشان تحسسني بالامان ويور ويلكمد وكده، قالت لي بصي احنا يو ار ويلكم طبعا، وانتي ذس از يور برايفت لايف وما تخافيش وفعلا يعني محدش هيتدخل يعني في حياتك. لغايه دلوقتي طنط كده، انا بقول لها يا طنط عادي اطلعي، ما في لا شي هاز تو كول، انا مثلا عايزه اطلع اشوف البيبي انا. فهي يعني في احترام للخصوصيه او للبرايفسي.